حضارات الأمم تبقى على مر الزمن نيشان تراث أجداد للأجيال فخر وعزه وهيبة. الفن مثل الشعر ينقل التراث من الأجداد إلى الأجيال رغم اختلاف الحضارات. كل شيء يحدث أمامي يلهمني لكتابة الشعر، وما سمي الشاعر شاعر إلا لأنه يكتب مشاعره. ناخذ من الخنيار شموخ وهيبة، وفي سطوته للمعتدين عقاب. الشعر بالنسبة للشاعر كل شيء، فهو الماضي والحاضر والمستقبل، ومثل ما أن الشعر هو لسان الشاعر فهو أيضا لسان المجتمع. الشعر يتطور مع مرور الوقت وكثرة التجارب، وأنا اليوم في الموسم العاشر أرى أنني قد وصلت إلى مرحلة ترضي غروري الشعري. خابت عيون اللي زمانه تولى، خابت عيون اللي زمانه تولى، وحط الشميمي في المواقف نظيره بو خالد اللي ما له انداد، واشباه ستر العذارة والليالي مغيره، اصوك محنك يا اساسه ومجناه، درع الوطن درع الوطن درع الوطن واندر حرارة الجزيرة. بو خالد اللي ما له انداد واشباه درع الوطن واندر حرارة الجزيرة، اليات عزوة باسم شمة وطراته في المعادي ينثلم في جفيرة. اليات عزوة باسم شمة وطراه سيف المعادي ينثلم في جفيرة. خابت عيون اللي زمانه تولاه وحط الشميمي في المواقف نظيره. بيض الله وجيهكم. مساكم الله بالخير الجميع. أمسي على اللجنة المقرة، مساكم الله بالخير، وأمسي على الجمهور في المسرح والجمهور خلف الشاشات، وأرحب بعمي الشيخ أحمد بن علي طعساس، مرحبا ترحي في المطر، وأرحب بوالدي اللي ما يزيدني تواجده إلا عز وشرف ونوماس. صلوا على النبي. فاضل فخر من آنية الأمجاد شعر وطيب فاح، واستوقفتني صورة تروي شموخ أطلالها. فاضل فخر من آنية الأمجاد شعر وطيب فاح، واستوقفتني صورة تروي شموخ أطلالها، فيها تنفس سور قصر الحصن وسنين الكفاح، وزايد 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 يضم خنجر الأمجاد فوق رمالها. فيها تنفس سور قصر الحصن وسنين الكفاح، وزايد يضم خنيرة الأمجاد فوق رمالها. يومه تعلل معه سولف للمسانور الصباح، والصبح أبلج والمواقف شاهده بأفعالها. للخنيرة اللي صافح بقرنه كفوفه للفلاح، جبيرته تجبر عزاوي من عنا لرجالها. للخنيرة اللي صافح بقرنه كفوفه للفلاح، جبيرته تجبر عزاوي من عنا لرجالها. طوقه شرات الجيش لحدود الوطن يضفي الجناح، بين القيادة والشعب
ينقش جزال أمثالها طوقة شرات الجيش لحدود الوطن يضفي الجناح بين القيادة والشعب ينقش جزال أمثالها والنصل من بادره لاح النصر والعز هو شاح يوم المنايا عشق دون اللي سترها شالها والنصل من بادره لاح النصر والعز هو شاح يوم المنايا عشق دون اللي سترها شالها من غافنا قطاعته حضنا الجنده لاستراح سبت من غافنا قطاعته حضنا الجنده لاستراح تاخذ من خشوم الدلال الصفر عكس حلالها والطمس لم الشمل شل الحمل والخنير سلاح والطمس لم الشمل شل الحمل والخنير سلاح سبتته محزم للنشامة لارتكت لحمالها عادات من مبطي عادات من مبطي ورمز التضحية ما يوم طاح في صدر عملة دولتي يرمس فخر لجالها عادات من مبطي ورمز التضحية ما يوم طاح في صدر عملة دولتي يرمس فخر لجالها حنا خناير دولة تشرب من المجد القراح لا كشرت الأيام شبع من القهر عيالها لا كشرت الأيام شبع من القهر عيالها سلامتكم انت سالم يا مساعد من عندك وانت سالم يا مساعد وانت سالم مساعد قصيدة جميلة بمعنى الكلمة أن صبر صبر بعد مشكور يا مساعد على هذه القصيدة وأن تخلق من كل تفصيل من تفاصيل الخنير وأجزاء قصيدة فهذا في فكرته يحسب لك بشكل كبير استطعت أن تصور لنا عنصر من عناصر الهوية الوطنية في دولة الإمارات رمز من رموز الهوية اللي هو الخنير والخنير الإماراتي المعروف أيضا من أشهرها الخنير الفلاحي والجميل أن الخنير يجمعنا نحن أيضا تستاهل يجمعنا مو بس في الإمارات عندنا لكن أيضا تشترك في هوية الخنير عدد من الدول الخليج الدول العربية يعني المجاورة لنا خاصة في دول الخليج لكن لكل خنجر خصوصيته وتاريخه في كل منطقة أيضا هناك المسميات المتعددة والمختلفة للخنير سواء في الإمارات أو خارج الإمارات ولكن أشهرها الخنير التصوير الشعري اللي موجود في هذه القصيدة مجزأ بشكل مدروس مبني على اختيار وتوظيف كل جزئية من جزئيات الخنير بنيت عليه صورته الشعرية الخاصة به هذا الشيء جميل ولكن هناك أيضا مقومات أخرى للجمال عندك في القصيدة أولها الهوية اللي موجودة في هذه القصيدة والهوية تأخذ أكثر من شكل أولا الهوية المختصة باللهجة يعني واضح كلمة الخنير اللهجة الإماراتية مش الخنجر اللهجة موجودة فيها وأيضا الخصوصية اللي موجودة في المسميات مسميات أجزاء الخنير طوق جرن أو القرن القطاع قطاعة الخنير سبتة الخنير وغيرها وغيرها من أجزاء الخنير اللي وظفتها بشكل جميل في القصيدة فأنت هني مو بس أيضا أبرزت مسمياتها في اللهجة ولكن أيضا حافظت أو أحييت هذه المسميات وذكرتها واللي ما يعرف حتى من المستمعين والجمهور والجيل الجديد الشاب ممكن نروح يبحث عن هذه المسميات وشو دورها ووظيفتها في الخنير أيضا الهوية اللي موجودة من خلال عناصر مرتبطة بهذه الخنير أو حضور لعناصر من الإمارات موجودة في القصيدة يعني مثلا ذكرت الغاف كرمز من غافنا قطاعته دخل في جزء من صناعة جزء من الأجزاء الخنير ولكن الغاف عندنا رمز أيضا معروف ويمثل جزء من الهوية الإماراتية وحتى العملة أيضا في صدر عملة دولتي يرمز فخر لجيالها موجود على العملة الورقية فئة الخمس دراهم الخنير فهذا أيضا
الخمسة أعتقد أو العشرة. العشرة. العشر دراهم نعم. فهذا أيضا يبرز جانب من الهوية. فاللي يقرأ القصيدة بيعرف أن اللي كتبها إماراتي. أنت ميمل دائما يا مساعد بهذه القصيدة بحضورك الجميل والمميز. شكرا. هذا اهتز بها أبو علي. مساعد قواك الله يا مساعد. الله يقويك. مساعد أبدعت للأمانة. عيشتني خصوصا يعني اللي أعتقد ما يستخدم الخنجر كثير وما هو موجود في ثقافة بيئة اللي هو عايش فيها. للأمانة النص هذا كان تعريفي لأبعد حد لدرجة أني خدت هذه الصورة فيها أجزاء الخنجر وبيت بيت يعني القطاعة القمع القبع الطمس كل القرن كل هذه التفاصيل للأمانة عشتها بالصورة وكذلك في صورك الشعرية اللي وظفتها. هذا التشبيه الجميل ربطك بين أجزاء الخنجر وأسقاط هذا الجزء من الخنجر على جزء معين يستاهل. من تضحيات الشعب والشيخ زايد رحمة الله عليه. جميل مدخلك أيضا فيها تنفس سور قصر الحسن وسنين الكفاح وزايد يضمه خنير الأمجاد فوق رمالها يوم تعلل معه. هذا كأنه حوارية بينه وبين الخنجر. وانت اليوم جيتنا لابس الخنجر وكأنك يعني تفتخر في هذا الزي وفي هذا الموروث الجميل. أنا أعتقد أنه هذا النص راح يجسد وراح يبقى خالد وشاهد على مساعد وحضورك في هذا النص الجميل في متاحف في أي مكان يعتني في الخنجر راح يكون لهذا النص وجود فيه. أعجبتني أيضا المحسنات البديعية المتعددة في قصيدتك وجبيرته تجبر هنا هنا الجناس بدأ واضح. كذلك والطمس لما الشمل شلب الحمل والخنير سلاح هذا السجع الجميل كل مقومات الإبداع موجودة في هذا النص. تأخذ من خشوم الدلال الصفر من خشوم الدلال الصفر عكس هلالها تقويسة الخنجر أيضا هذه صورة والتقاطة جميلة جدا. عجبني النص للأمانة. التشبيه جرت العادة أنه تكون هناك أدوات للتشبيه اللي هي مثل وكن وإلى آخره، لكن عندما تأتي في هذا التشبيه وتستغني عن أدوات التشبيه أعطت جمال أكثر. استعرضت في موقع واحد اللي هي لما قلت طوقة شرات الجيش شرات هني تعتبر من أدوات التشبيه في هذا النص. ولا كل أبيات النص أنا لاحظت كأنها حرفة شاعر متعمد أنك أخفيت أدوات السهل. يا برويك أبو علي استاهل والله الإسهاب والحديث عن هذا النص يطول. أنت شاعر مبدع ومتألق هذا المساء. تفضل بنزاع هذا مساعد. النص جميل طبعا. هنا عندنا يعني كانت الصورة اللي على الشاشة أمامنا يعني أي واحد منا يمكن لو نظر إليها قبل ما نقرأ هذا النص بنشوف الصورة فيها الشيخ وفيها ما يلبس وإلى آخره، لكن يمكن ما يلفت نظرنا دقائق هذه الصورة ما فيها. طبعا هنا بتتجلى صنعة الشاعر وحرفة الشاعر التي يعني تذهب إلى جزئيات قد لا تلفت نظرنا بخصوصيتها، لكن الشاعر يكتشفها. وهنا الشاعر أنا رأيت أنه يعمل لنا عليها مثل ما بقول زوم مرتين. الأولى أنه في الصورة هذه انتقى هذا الخنجر، ثم بعد ذلك زوم ثاني حتى انتقى من هذا الخنجر تفاصيله الدقيقة وجعل يعرفنا بها كرموز وليس كمواقع. يعني هو ما بيعرفنا في أجزاء الخنجر، وإنما هو يعرفنا بكل جزء من هذه الأجزاء إلى ماذا يرمز، لأنه اتخذ الخنجر كرمز من رموز التراث والهوية الوطنية وبدأ يعرفنا إلى ماذا يشير هذا الخنجر حتى نفهم يعني لماذا هذه الرمزية الموجودة فيه. في البداية طبعا احنا شفنا خنجر واحد اللي هو في الصورة، ثم بعد ذلك تفاصيل هذا الخنجر، وبعدين المؤدى القصيدة في الآخر إلى أنه حنات خناجر دولة تشرب من المجد القراع. إنه الشاعر لم يقتصر فقط على تفاصيل هذا الخنجر وما يرمز إليه من
العناصر القوة والعزة وإلى آخره، وإنما هو تمثل به إنه نحن هكذا مثل هذا الخنجر في بالآخر، وجعلوا رمز عام لمجموعة الناس للشعب نفسه، وهذا شيء جميل جدا. القصيدة جميلة يا مساعد، نشكرك عليها. كل الشكر للجنة التحكيم الموقرة، وصح للسانك يا مساعد.